على ضفاف نهر الفولغا في قلب روسيا تقع جمهورية تاتارستان، جمهورية وحدت على مر التاريخ بين نوعين من الثقافات والتقاليد. هي واحدة من الدول الأكثر تنوعا في العالم، دولة انبثقت من خلال الاستكشافات والحروب التي طالت أحد أكبر الأنهار الروسية والأوروبية. نهر الفولغا كان يمثل جسرا للاستيلاء على أراض جديدة في العصور الوسطى. لقد كان أيضا قاسما مشتركا على مر القرون بين حضارات وثقافات وأديان الشعوب التي كانت تعيش على ضفافه. وإلى اليوم لا يزال هذا النهر يشكل معبرا هاما للسفن التجارية منها أو السياحية كتلك التي غرقت في مياهه العام الماضي. تتم اليوم مراقبة كل القوارب قبل أن يسمح لها بالإبحار في النهر، بما في ذلك محركات وهياكل هذه السفن بالإضافة إلى معداتها المضادة للحريق. نهر الفولغا جزء لا يتجزأ من تاريخ جمهورية تاتارستان، فمنها بدأ القيصر الروسي إيفان الرهيب غزوته على قازان من خلال جزيرة زفيازيتشكا الصغيرة والمحاذية للعاصمة التتارية آنذاك. حدث هذا في القرن السادس عشر. تاتارستان اليوم هي مزيج بين ثقافتين، الثقافة الأرثوذكسية الروسية والثقافة الغابرة للتتار المسلمين. ثقافتان مرتبطتان ومتكاملتان تثري الواحدة الأخرى في قالب سلمي متبادل. جدران الكنيسة والآثار الجدارية القديمة تشهد إلى اليوم على إرث الحقبة السوفياتية. في ذلك الحين تعرضت العديد من المباني التاريخية في هذه الجزيرة للهدم، فيما تم تحويل العديد من المباني الأخرى إلى سجون ومنشآت عمومية. حولت هذه الكاتدرالية في أحد الأوقات إلى مستودع للحبوب والملح، وهذا ما أدى إلى تدهورها قبل أن يتم إهمالها وقتا طويلا من الزمن. عملية الترميم الضخمة عادت الحياة اليوم إلى الجزيرة، وذلك بعد عقود من الإهمال واللامبالاة. جزيرة أصبحت تصنف ضمن المدن التراثية من قبل منظمة اليونسكو. للأسف تعرضت العديد من الحرف إلى النسيان، أما هنا الكل يريد نسج سلة أو تحويل معدن أو غير ذلك. وعلى بعد المئات من الأميال وفي الضفة الشرقية من نهر الفولغا تقع مدينة تاريخية أخرى، هي مدينة بولغار التي كانت قديما تشكل عاصمة فولغا البلغارية. هنا في هذه المدينة تم إعلان الإسلام ديانة رسمية خلال القرن العاشر. اعتنق البلغاريون القدامى آنذاك ديانة جديدة بالنسبة إليهم، ومنذ ذلك الحين انتشر الإسلام في أوروبا وسيبيريا. فولغا البلغارية المسلمة كانت قوية في ذلك الوقت، مما جعلها تسيطر على معظم منافذ التجارة بين أوروبا وآسيا قبل أن تأخذ في الانحطاط خلال القرن الثالث عشر، ولم يتبقى من هذه الحضارة سوى بعض المساجد والأضرحة والزوايا. يتم حاليا ترميم الموقعين التراثيين الهامين في جمهوريتنا بولغار وزفيازيتشك من أجل الحفاظ ودراسة آثار الديانتين اللتين تعايشتا سلميا في بلادنا منذ قرون طويلة.
هذا كل شيء عن تاتارستان في الحلقة القادمة من برنامج راشن لايف. سنأخذكم لاكتشاف الجهة الغربية من روسيا وبالتحديد منطقة كالينغراد. فإلى الأسبوع المقبل.